خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متاكد عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوه العنتاب للست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي، انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. يلا امشي، مش عايزينك. يلا امشي. انا ماشي. امشي امشي. تعالى يا عزام، وسع وسط على النبي، وسع 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 على النبي. اللحمه دي مذبوحه في الشفخات، في الخشفات، في السلخانه. ايوه يا بيه. فين رخص المحل؟ ايوه يا بيه. حاضر. ايه بتاعت البيه؟ شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمة حمير. اتأكد بنفسك يا دكتور. الله، عندك محضر ذبح خارج السلخانة. ها؟ خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. كبير معلم، بتاع المعلم حلاوة يا بيه. ما عشان كده لازم اخد على دماغه. وحين هذا المعلم؟ استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم، ده حاجة. انت واقف عندك كده ليه؟ هات لنا عينة من اللحمة عشان نعملها اختبار مع الشوربة. يلا. حاضر. الشمع الاحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلق يا حضر الظابط. انت بتفرق لي ليه؟ مش قد يا بيه. حط له خلق ومش قد ليه. افتح شوط. خلص خلص. اوكي يا الظابط. اوكي يا دكتور. كله تمام؟ كله تمام. يلا بينا. وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على النبي. خد يا فندم. وسع وصل على النبي. حسب العينة. خدوها في العضل. خدنا كم الدرج؟ 701 702 703 704. كويس، يلا عشان نلحق المحامي. وجب يا دكتور، بس مش متهيألي ان واد العربيه الهاني الاول. الواد انا خايف منه قوي، ده واد عايل. تفتكر ممكن يبلغ عننا؟ لازم نوري له العين الحمراء. بقول لك يا ده عزوز. ايوه. انت متاكد من المعلومات اللي انت تتهالي دي؟ عيب يا دكتور. طب عال، تبقى الخبطه الجايه جاهزه. وراكوا الزمن طويل عن تابلي. ازاي اضحك عليك يا؟ رحت شمشمت ورحت مكتب التموين، لقيت ما حصلش حاجه. اصلهم دخلوا علينا احنا مظبوط يا معلم. معلش، بكره بيس يجيبهم يا معلم. مبغور من وشي. بوليس ايه اللي هندخله في الحاجات دي يا معلم ونفتح على نفسنا فواتيح؟ انت ناوي تبلغ البوليس؟ سيبنا افكر في الحكايه دي. صباح الخير يا فندم. الله يعينك. انا عندي بلاغ ضد واحد بيتاجر في ارواح الناس. بيتاجر في ارواح الناس؟ ايوه يا فندم، عشان يكسب وما عندوش مانع يقتلهم كمان. اتفضل. ورقه وقلم اهو، اكتب اللي انت عايزه. طب ممكن يا فندم بعد سيادتك لما تتاكد من جديه البلاغ تخفوا اسمي؟ مفيش مانع. أفندي. فين المعلم حلاوه العنتابلي؟ مين اللي عايزنا؟ اتفضل معانا، في امر بالقبض عليك. بابا ما تتخضيش يا نوره، في غلط في المساله ضروري. خير يا حضر الظابط، في ايه؟ هتعرف كل حاجه قدام السيد وكيل النيابه. اطلبي لي المحامي وخليه يحصلني حالا. بعد بحث البلاغه اتضحت جديته. ده مين اللي بينخر ورايا ده يا اخواننا؟ ده التقرير الفني، واخد الرخصة على 4 أدوار وبنيت 14 دور. الحق عليا اللي بفرج أزمة السكن. تفرج أزمة السكن ولا تجيب أجل السكان؟ يا بين الصهره. تتصرف في إيه؟ الأساسات بتاعتك ما تتحملش الأدوار دي كلها، والعمارة مبنية بمواد هشة وغير مطابقة للمواصفات الفنية. بيسرقوني يا بيه. اللي بيشتغلوا معايا بيسهوني ويسرقوني. وهم برضو اللي سهوك وبنوا 14 دور. ما تقول حاجة يا حضر المحامي. ممكن سيادتك تفرج عن موكلي بالكفالة؟ آسف. يحجز المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. بس لو أعرف مين اللي اداني الزومبا دي أشرب من دمه. مسير أعرفه. ينصر دينك أبو كمال، هو هيروح مننا فين؟ وبالمناسبة السعيدة دي عايز أتكلم معاك في موضوع عائلي هام. خير؟ باختصار كده أنا داير على واحدة
وعايز اتكلم عليها. الموضوع ده طالع في دماغي قوي. مين بقى ساعتها الحظ دي؟ ما انت عارفها، انهار بنت خالتي. انهار؟ اه، اكتشفت انها بنت حلال قوي وحنينه قوي وعندها بيت وعندها اساور. اه، جواز مصلحه يعني؟ مصلحتي يا راجل، لا مصلحه ولا غيره. اسمع خميس، انا رايي بلاش. الا حواراتك توريطه زي دي. الله، كوني اخطب انهار تبقى توريطه ليا؟ لا، توريطه ليا هي. اسمع خميس، انهار بنت حلال عايزه تعيش، بلاش تمرمطها معاك. انت هتقفلها ليه؟ تكونش عينك منها. انا مش عايز اقفلها ولا حاجه، انا بنصحك بس. مالكش دعوه يا اخويا، مالكش دعوه. يلا بينا نخطبها، يلا. ايه ده؟ مالك انهار بتعاتي ليه؟ اتفضلوا. اصل عمتي بعافيه شويه، ودتها للدكتور عشان يكتب لها على دواء محشره في المستشفى. يا الباقي في حياتك انا. كويس يعني. طب ده بنت الحلال كنت تقولي الواحد فينا كان يجي معاك المستشفى. معلش، بسيطه ان شاء الله. قالوا هيعملوا لها تحاليل وممكن تخرج بكره. اما قوم اعمل لكم القهوه. انا متهيألي مش وقته خميس. بتقول لك شويه تحليل وهتخرج. ده انت عليك حاجات يا جدع. ابويا في السجن وهي عمتها في المستشفى وانت جاي تخطب. يلا يلا بينا قوم. طب القهوه؟ قوم بس، قوم لا يقفشونا. قوم افراد بكفاله 3000 جنيه زي بعضه، ادفعهم حد محامي. وامر بازاله العماره. ايه؟ هذه العماره كلفتها ربع مليون. احمد ربنا انها ما تهددش على الناس. هو حضرة الضابط مش هيني؟ لا مش هيني، اشكركم. اه يا ناري لو اعرف مين اللي بلغ عني. يا بابا ده انت اصول تشكرهم. انت كلامك بيلقطني، انت تسكتي نهائي. ست نورة برضه وده وقته يعني. انت تخلص خالص. يلا يا بابا نروح نعمل اجراءات. يلا يا بنتي. هتدي العمارة على دماغه. يا حلاوتك يا حلاوة. الخطوة جاية عارفها عزوز؟ طبعا عارفها. والمعلومات؟ مظبوطة. بيشتري اللحمة من الجمعية ب 68 وبيبيعها بالغلا والكاوي. كويس، المهم تبقى كبسة في اللحظة المناسبة عشان الضابط وهو متلابس. مبروك على ايه؟ هنجيب منين ال 200 جنيه دول بس؟ لا احنا عاملين حسابنا. عاملين حسابك ايه يا ابني؟ انت مش بتقول ان ابوك صراماتي؟ ما تقولش صرامات يا معلم صامت. الله، انا هقول لك. انا اصلي يعني اقول يا ابني ان الراجل على باب الله يعني. اصل الحاج ابو خميس كان محوش قرشين عشان يحج، فاحنا هناخدهم يعني. اه يا لسه الدنيا فيها خير. طيب يا ابني انا لما اخرج هبقى اروح اشكره ان شاء الله. لا لا لا، تشكره ايه؟ تشكره ايه؟ اوعى تشكره احسن، ده يزعل قوي لما افتح تشكره. انا هروح اجيب لك فلوس. طيب. مالك مبلم كده؟ بتفكر في ايه؟ هجيب لي فلوس منين؟ طلع سلامة يا معلم، طورت محلاتك يا معلم. صلى على النبي. الله يبارك. ألف مبروك يا معلم. ألف مبروك. اتفضل يا سيدي المعلمين. اتفضل يا سيدي المعلمين. دلع السلامة يا معلم. ألف مبروك. يجيب السلامة يا معلم. مبروك على مجيك لينا يا معلم. المحلات موارد يا معلم. اشكر يا ابني انت وهو، كل واحد يشوف شغله بقى. حاضر يا معلم. يلا يا سيدي انت وهو. ولا شير ده. نعم ايه يا معلم؟ خدت كوباية مية ساعة عشان ريقي ناشف قوي. تؤمر يا معلم. اوعى انت وهو. اتفضل يا حضرة الدكتور. افزع في المحل. احنا افتح التلاجة. افتح التلاجة. اللحمة دي مذبوحة بمعرفتك؟ طبعا بمعرفتي.
امال بمعرفة الجيران؟ اتكلم بأدب. حضرة الظابط شمع المحل. محل ايه اللي عايزين تشمعوه يا نصابين؟ اقفل إيه الابواب ولا واسحب السكاكين انت. هو انت اتجننت؟ والنبي ايه؟ انتوا وقعتوا في الخايه ولا حد سمع عليكم؟ انت عارف معناها ايه اعتداءك على رجال التموين وقوة البوليس؟ بوليس؟ بوليس مين يابا؟ انتوا وكلتوها للواد المرة اللي فاتت هتوكلوها لي انا؟ ضرب ضرب فيهم ولا انت ولا؟ السيارة انت وهو. أي حد هيتحرك هضرب في المليان. انتوا التضعيف القوة يا أمين. بس حضرة أيوة يا دكتور. بعد المعاينة الأولانية البلاغ مظبوط واللحمة لحم الجمعية فعلا. لا يا راجل، اللحمة ب 68 قرش تبيعها ب 4 جنيه. يا راجل حرام عليك. الله الله الله، هي الحكاية جد ولا إيه؟ اتفضل معايا. شرفت يا اخويا. مين؟ تعال اقعد هنا. انت تعرفني؟ هو في حد ما يعرفكش؟ صبي من صبياني. لا كلنا خدامينك. تعيش. وانت بقى جاي قضية ايه؟ هي قضية واحدة. دول بقوا أواضي. في حد بيحفر في سكتي. ومن عمايلك السودة. ايه قلة الأدب دي بقى؟ أنت مين؟ لسه ما أنتش شايف يا عم القلب والنظر. أنت مين؟ عبد الصمد؟ أيوه يا أخويا عبد الصمد. عبد الصمد الراجل الغلبان اللي ما عملكش حاجة. شفت؟ في نفس الجمعة يا شاء السميع العليم انك تجيني هنا. طب الكتم ياما وانت لسه ما تهددش. هدى لما تهدك. تعالى يا عبد الصمد. ايوه حضرة البشاويش. ان دفعت لك الكفالة وهتخرج. فتك بعافية يا حلاوة بيه. ربنا يهدك. اتفضل يا بابا. بابا جه يا ولاد. الف على سلامة يا بابا. الف حمد لله على سلامة. وحشتني قوي يا بابا. يا ولاد يا حبايبي. صلى على النبي. امال يا حاج. الله ما صلى على النبي. احلام ادري اعملي لبابا لقمة عشان ياكلها. حاضر. بقول لك ايه؟ ابعدي عن العيش والحلاوة، لحسن تلاقيه بيتعقد منهم. حاضر. باي جاز السؤال كده كمان. اتفضل يا بابا. باي جاز السؤال كده. يا ترى يا ولادي عاملين ايه؟ اكلكوا شربكوا وغسلكوا. كتر الف خيرها قبل انهار. قايمة بالواجب. انت حلال. هي عمتها لسه ما جاتش؟ ها عمتها؟ ايه؟ مالها يا عمتها؟ لا ابدا، اصلها كانت راحت المستشفى عشان تعمل تحاليل، قاموا حشوها هناك، وهي في وسط المعمعه دي جايبه صيغتها وتقول لي خد بيعها عشان تدفع كفاله لابوك. اقول لها يا بنت الحلال ما يصحش، عيب. تقول لي ده مش عشانك، ده عشان عبد الصمد افندي. كتر خيرها. انت ليك جاذبيه ناحيه الحليب واحنا مش عارفين. يا واد اختشي يا عبده. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقعدي يا نهار اقعدي. هعيش ازاي من غيرها؟ طبيعي. اهدي بس، انا هروح المستشفى اخلص كل الاجراءات وانت قوم ناحيتك وضع كل حاجة. حاضر يا ابني حاضر. بس يا نهار بس، انا لله وانا اليه راجعون. ايه رأيك في الأبهة دي يا عيال؟ ده انت 100 فل و10. يعني شكل عريس؟ يعني في عينك. مين؟ اتأخرت ليه يا كمال؟ ده انا بقالي ساعة رابط الكرافطة لغاية ما خلقتني. قال لي ما ينفعش الواحد يروح يكتب من غير كرافطة. بقول لك ايه؟ تفتكر الوقت مناسب للخطوبة؟ مناسب جدا، دي الطريقة الوحيدة اللي هتنسيها. بقالها دلوقتي شهر وزيادة حزنان على عمتها، كفاية بقى والحقيقة أبقى من الميت. يلا بينا. يلا. خدونا معاكم. دي مناظر ناس تروح تخطب. فإحنا الحقيقة استنينا لما المناسبة غير سعيدة تمر.
فايه رايك بقى؟ امال عم عبد الصمد ما جاش معاك ليه؟ يا ست احنا بناخد منك الموافقه المبدئيه، بعد كده بقى هنقول لعم عبد الصمد وعيال عم عبد الصمد والسرماطي وعيال عم السرماطي. خلاص خلاص. قلت ايه؟ السكوت علامة الرضا. مبروك يا خميس. خميس؟ بعز الجدة وابن حلال، وإن شاء الله حاله حصل على إيدك. وابن خالتك ومش غريب وهيخاف عليك. مبروك يا أنهار. أيوة لكن ما تعمليش مكسوفة بقى أمار. خير البر عاجله، أنا هروح عند أبويا نقرأ الفاتحة سوا. فتحة؟ فتحة مين على مين؟ فتحة خميس على أنهار. نعم نعم. مالك استغربت كده ليه؟ احنا مالنا احنا؟ هو أبوه ما بيقولوش حاجة، واخد بالك أنت؟ أبوه ما بيقولوش حاجة. احنا مالنا؟ مالناش دعوة. ثم أنا أنهار وحدانية، محتاجة الحيطة. أي نعم حيطة مايلة بس كويس. ما تضحكي بقى أمال، مالك مبلمة كده ليه؟ اتبلم ده إيه؟ مش مكسوف يا جدع أنت؟ مبروك. مبروك يا انهار. احنا بصلي على النبي نقرا الفاتحه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بابا نورت بيتك يا سيدي. وحشتني قوي قوي يا بابا. ازيك يا نور؟ وحشيني يا بنتي حبيبتي. خرجوني بكفاله بالعافيه بعد ما لبسوني قضيتين، كل قضيه قد العجل. معلش يا بابا. سلامتك يا حبيبي. اجيب لك دكتور؟ لا ملوش لازمه. لا قوليلي. ايوه بابا. ما شفتيش الولا شرده؟ جه مر. ها؟ وكان في غايه قله الادب معايا، طردته كده. بيعتدي على حرمه بيتي وانا غايب. اتاريه ما ورانيش خلقته وانا في الحبس. في 60 داهيه. في 60 داهيه ازاي؟ ده انا مديله فلوس، فلوس كتير قوي. اهدى بس يا بابا، يعني هيروح فين؟ هيرجع تاني ضروري. انا هجيبه من تحت تعطيه الارض. سعيدة يا حبة القلب. خميس. ايه ما تشيل عني. ليه التعب ده كله؟ لا تعب ولا حاجة، دول شوية موز وشوية تفاح يستاهلوا بقك. إيه انت مش عايزاني ادخل ولا ايه؟ لا ابدا، ازاي؟ اتفضل. يا ست انا بقيت خطيبك، ما فيهاش حاجه ابدا يعني. بس انا خايفه من الناس. الناس ملهاش حاجه عندنا، انا بحميك بحب من الناس، وبكره تعرفي ان الحب سيد الاشياء. نعم؟ لا بكلمك بالثقافه. لا انا كنت جاهله ولا ايه؟ ما انا كمان بفهم في الثقافه. ده انت ابو الثقافه كلها. ايوه كده، اتحاكي اتحاكي اتحاكي. منعول ابو الغم يا شيخه، اتحاكي. خير يا دكتور؟ واضح انه واخد صدمة عنيفة. أرجوكوا هاتوا له الدواء ده بسرعة. حاضر، مع السلامة. كل دي ما تكسفنيش أمال. علي النعمة الواحد ما كانش عايش يا جدعان. ربنا يقدرني ويسعدك يا أنهار. شوف يا خميس، عمتي دايما كانت بتقول لي إن كل شيء اسمه نصيب. وأنا نصيبك الفل. أشوفك غدا يا أنهار الحب والجمال. مع السلامة يا خميس. هتوحشيني من هنا لغد. مع السلامة يا حلو. مع السلامة. عم عبد الصمد، مساء الخير يا عم عبد الصمد. مساء الخير. هو ماله بيبص لي شطرا كده ليه؟ بصرة يا جبانة اهي. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ طب مش تقول سلام عليكم الاول؟ ابويا قلب الدنيا ونزل الانهار تحت وبعد حكاية. علشان شاف الناس اللي عندها. ابويا يعني هو ماله؟ يلعب يالا. هو ماله يعني ايه؟ لازم يخاف على سمعتها. كلم الناس كتير والحاره كلها بتتكلم.
والمطلوب مني ايه دلوقتي؟ تجيب المأذون وتكتب الكتاب كده. وانا تلميذ؟ ما انت خططتها وانت تلميذ. ايوه بس انا مش مستعد دلوقتي للجواز. خلاص يبقى سيبها. مش هسيبها. يبقى هكسر لك رقبتك يا خميس. الله 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 الله. ايه يا جدعان؟ اخزي الشيطان يا ابو كمال، دول انتوا اخوات. اخواتي بقى لازم يسمع الكلام. عشان خاطرك انت بس يا كمال هكتب الكتاب. ماشي يا عم. اهو كده. كويس. اروح اقول لهم انك انت بقيت راجل. مبروك ابو خميس. هو انا بتاع جواز؟ انت صدقت يالا؟ وما صدقش ليه؟ اللي اتفرط في نفسها ما اتجوزهاش يا دنداني. ايه؟ بتقول ايه يا خميس؟ انا مستعد اشتغل ايها حاجة. في وظيفة ملاحظ مباني في الكويت، تنفع؟ تنفع قوي. عندك باسبور؟ اطلعه في 24 ساعة. احنا بناخد 600 جنيه. يا خبر اسود. ده مبلغ كبير قوي. انت هتشتغل هناك بالشيء الفلاني، ودول ما يطلعوش مرتب شهر. بكرة اجيب لك الفلوس والباسبور. ينفع؟ ينفع قوي. احسن برضو عشان ما حدش يتكلم. مش كده؟ نكتب الكتاب وبعد ما اتخرج ندخل على طول ان شاء الله. بقول لك ايه يا الهار، انا واخد منك كام لغايه دلوقتي؟ يوه يا سيدي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، انا راجل حقاني. انت ابن خالتي وهتبقى جوزي خميس برضو. بعد ما اتخرج اديك فلوسك على دايري مليم. انا واخد كام؟ 230 جنيه. 230 جنيه و800. 800 ايه؟ 800 جنيه طبعا. بتوع ايه؟ اصل ما اخبيش عليكي، انا مديون بمبلغ قريب من الحكايه دي، ومصاريف الليله هتتكلف يعني حوالي 800 جنيه. بس انا ما معيش المبلغ ده. يا خساره، هنأجل. خميس لا مش ممكن، ما انت عارف. اضل وادي حكمته، هنعمل ايه؟ خلاص يبقى ارهن الذهب بتاع المرحوم عمتي. ايوه، ترتبي نفسك بقى على يوم الجمعه الساعه 4 نكتب الكتاب. ماشي يا حبيبتي انهار. ايه يا ابني؟ معقول الكلام ده؟ الساعه بقت 7. معلش خايف اجيت معاه. هنعمل ايه بقى؟ ده ايه اللي هيجي الساعه 4؟ الخميس سافر الكويت. بتتكلم جد؟ دي حظك يا انهار، يا شمت الناس فيك. اهدي يا انهار، اهدي احسن، والله ما يستهلك. شد وشد بس طبيعي وتلميذ خايف. انا عارف كنت هتتجوزيه ازاي ده. اعمل انا ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في خيبتي؟ الناس يقولوا عليا ايه؟ العريس هرب مني ليه؟ لا متاسفين خالص يا حاله المأذون. حطيتونا بس على الفاضي. معلش. يلا حبيبي انت وهو، مفيش شربات. يلا حبيبي شطبنا. راح فين؟ يلا يلا ما تنحش. يلا حبيبتي خلاص شطبنا، طلع شطه. شاوي شربات على ايه؟ قفل يا دنداني. واجب يلا يا طهو. يلا اوعى يا جدع اوعى. لم منهم علب الملابس، ولا واحد هيخرج بعلبه ملابس في جيبه. يشيبها مفيش جواز وخراب ديار كمان. يلا يا سيدي. خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، ولو دريت عنك حبي تفضحني يا عيني في هواي. ايه الحلاوة يا عبده؟ ده مش معقول. لا الرئيس متقلب يغني ولا ايه؟ بجد يالا. لا حلو، تعالى اقعد يا كمان. تعالى انا اقعد اقعد يا كمان. انا عايز اقول لك حته خبر مهم جدا. خير؟ انا هتجوز انا. مين يتجوز مين؟ معقول الكلام ده؟ مش معقول. ليه اللي مش معقول؟ ليه ده كده هتتجوز خميس؟ ما هو عشان كده الجرح اللي سببه لها اخينا ده انا هداويه. اما هداوي ايه؟ هو انت حكيم؟ مش جارتنا يا ابني. هو كل واحد له جاره ومتجوزها؟ لها افضال علينا. واحده عملت لك افضال، طب انت كفايه بانك انت بتتجوزها؟ ثم ان جوازها مش في صالحها. في فرق سن كبير. فرق سن؟ انت فاكرني كححت؟ لا من حقي اعيش. يا الله، انت ناسي انك خالي الشغل وموقوف عن العمل؟ لا ما انا ما فكرتش في الحكايه دي لما لقيت شغلك شد الخشب ب 60 جنيه في الشهر. على كل حاجه مش هاوحك، لان انا متاكد انها مش هتوافق. لا لا
انت فاكر لما كانت هتبيع صيغتها عشان تدفع الكفاله؟ فاكر الكفته اللي جابتها لي في الحجز؟ الكفته ايه يا جدعان؟ الكفته مش كل حاجه يا بابا. اجريها لي انت يالا. اجري لك ايه؟ انت بتعجزني انا؟ حقي عليا اللي بعتبرك راجل وباخد رايك كصديق. انا ماليش دعوه، اللي عايز تعمله اعمله. اهو كده قول لي مبروك يالا. مبروك عليا يا بابا. تعالي يا احلام تعالي، زغرتي لابوكي. انا هتجوز انهار. ايه؟ عشان جابت له كفته. انا يا انهار هكون في منتهى السعاده، وربنا يقدرني ويسعدك واعوضك بالحنان عن تصرفات الولد المجنون ده. بس يا عبد الصمد يا فندم. ايوه 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 ايوه, أيوة. عياطي عياطي عشان تغسلي كل الهموم اللي عندك دي، عشان تبتدي عهد جديد كله امل كله مستقبل. مستقبل؟ انا حرف على راسي في الحاره دي كلها. انا هخلي الناس كلهم يقولوا ده من بختها ان الولد ده سابها. بس يا عبد الصمد اسمعي، انسي كل اللي فات، انسي انسي، احنا اولاد النهارده. الفرح فرح القلب يا نهارتي. مين؟ افتح يا عزوز، انا خميس. خميس مين؟ مش عارف خميس مين؟ افتح يا جدع انت، انا خميس عزوز. عزوز مين؟ عزوز انت. خميس مش هنا، خميس مساف. ادينا عمار. افتح يا قف. يبقى انت. انا خميس. ازيك يا عزوز؟ انا خميس. انا خميس. ازيك؟ اهلا. ازيك يا سباك؟ الحمد لله على السلامة يا خميس. ازيكم؟ الحمد لله على السلامة. ايه اللي رجعك بسرعة كده؟ انا اتبهدلت اخر بهدله، رحت لقيت العقد ولا يحزنون، حاولت اشتغل اي شغلانه تانيه ما عرفتش. طمنوني ايه اخر التطورات؟ يوه. ايه في ايه يا خرابي؟ ما تكلم يالا انت. يالا ايه دي؟ حصلت حاجات رهيبه. ايه؟ انهار اتجوزت كده بسرعه. اتجوزت مين؟ كمالي؟ لا، ابوه. يا نهار زي بعضه، ابوه. اما حته مفاجاه؟ لا، ولسه المفاجاه التانيه اللي عرفناها امبارح. بس ايه، خلفت؟ هتخلف بالالكتروني؟ امال ايه اللي حصل؟ بيقول لك يا سيدي كان عندها اوقاف، والاوقاف اتحلت، ورثت بقى اطيان وعقارات وحاجات كتيره ملهاش اول من اخر كده. معلش ملناش نصيب، مش مهم. وايه تاني؟ لا بلاش بقى. لا قول. لا يعني بلاش نقول لك على الجواب. جواب ايه؟ الجواب اللي جالك من الكلية. جواب ايه اللي جالي من الكلية؟ فصلوك بجد؟